يوجد في شارع الرشيد مساجد لها أهمية تاريخية ورمزية عند العراقيين عامة والبغداديين بشكل خاص، ولكل مسجد قصة وحكاية. فقد شق شارع الرشيد طريقة بين أهم الأمكنة التراثية وأقدم الجوامع والمباني الحكومية مثل جامع السيد سلطان علي الذي سميت المحلة على اسمه، وجامع مرجان التاريخي عند مدخل سوق الشورجة حيث كان فيه المدرسة المرجانية التي شيدها أمين الدين مرجان بن عبد الله السلطاني الأولجايتي عام 758 للهجرة الموافق 1356 للميلاد. ومن المساجد المهمة في الشارع جامع الحيدر خانة الذي كانت تنطلق منه الخطب الوطنية والسياسية من أجل استقرار العراق، وجامع المرادية الذي يقع في بداية ساحة الميدان. يمثل جامع الحيدر خانة الذي يقع في بداية شارع الرشيد من جانب ساحة الميدان رمزية لدى معظم العراقيين، لأنه كان منطلقاً لأحداث سياسية واجتماعية عديدة أبرزها ثورة العشرين عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني، وهو بمثابة مركز الاحتجاجات والثورات ضد الحكومات في العهد الملكي.